شلومو شلومو شلوم ملك مريم شلومو شلومو شلوم ملك مريم بشما بوبر روح حي قديشو حظ الله شريره امين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one true God. Amen. أعزائي المشاهدين أحييكم في بداية الحلقة رقم 20 من برنامجنا الحياة المسيحية وأقول شلومو الكلخون. Peace be with you all. سلام لكم. في هذه الحلقة أيها الأحباء سنتحدث عن اللغة السريانية وبالأخص عن الاهتمامات العالمية باللغة السريانية الآرامية. هذه اللغة التي كانت في الماضي مزدهرة حالها حال بقية اللغات السامية وأيضا ولو أنا لست خبيرا في التاريخ ولكن أعرف اللغات القديمة الفرعونية مثلا من أقول أعرف لا أقصد أتكلمها وإنما أعرف أسماءها لغات فرعونية لغات أكدية لغة أكدية سومرية بابلية وهكذا وتأتي اللغة السريانية في خضم تلك اللغات التي كانت مزدهرة في زمن ما على سبيل المثال في القرن السادس قبل الميلاد كانت اللغة السريانية الآرامية هي لغة بلاد ما بين النهرين اللغة الرسمية التي ينطقون بها وبمرور الوقت وبمرور الظروف السياسية تغيرت اللغات ومنها أصبحت لغة الكنائس فقط أو لغة المعابد وحل محلها لغات أخرى ما زالت تعمل في العالم فاللغة العربية انتشرت في الشرق الأوسط في الوطن العربي وانتشرت في العالم واللغة الإنجليزية وبسبب الظروف السياسية العالمية أصبحت اللغة الرسمية في العالم. موضوعنا اليوم هو بداية انتشار اللغة السريانية الآرامية من جديد. أنا بكلماتي الشخصية الفردية أقول في هذا العصر الذي نعيش به تحصل ثورة في التعليم العالمي للغة السريانية وعندما أقول حصل ثورة في التعليم أقصد وصلت اللغة السريانية إلى أن تعلم وتدرس في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعات كما سنتحدث عن ما حصل في بعض البلدان العربية مثل العراق ومصر وسوريا ولبنان وأيضا انتشرت لكي يتعلمها بعض الأساتذة من أمريكا وأوروبا
من الإنجليز والأمريكان. في الماضي اقتصرت اللغة السريانية على المدارس الإكليريكية، يعني المدارس التي تخرج رجال الدين. أيضا اقتصرت على التعليم المسيحي في مراكز التعليم المسيحي في الكنائس. ولكن في هذا يومنا انتشرت بشكل كبير، بحيث وصلت إلى أن تكون هناك مدرسة باسم المدرسة السريانية الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي. وعن هذا الموضوع بالذات قدمت الحلقة رقم 3 بتفصيل كبير عن المدرسة الإلكترونية السريانية. باختصار أود أن أقول، عام 1992 بدأت ثورة تعلم اللغة السريانية في العالم في تقدير الشخصي. عام 1992 عندما بدأت المدارس الحكومية الرسمية في إقليم كردستان العراق في شمال العراق بتعليم اللغة السريانية الرسمي في المدارس، وهذا يعني تعيين معلمين ومعلمات وتعليم تلاميذ. تطور الأمر في عام 2004 حيث تم بداية تعليم اللغة السريانية في المدارس الحكومية الرسمية في العراق، في بغداد والبصرة والموصل وشمال العراق. أيضا في نفس العام 2004 فتح قسم خاص لتعليم اللغة السريانية في جامعة بغداد، وهذا تطور كبير. عندما يفتح قسم في جامعة يعني يجب تهيئة كادر تعليمي، يعني بدأ القبول لتلاميذ الصف الأول في الكلية، ثم ينجحون إلى الثاني والثالث والرابع. من 2004 إلى 2008 بدأ تخريج تلاميذ اللغة السريانية من جامعة بغداد. تلا ذلك في عام 2016 أن تدخل جامعة صلاح الدين في العراق أيضا في كلية الآداب في مدينة أربيل، تدخل تعليم اللغة السريانية كقسم خاص باسم قسم اللغة السريانية عام 2016. وهكذا أسمي كل هذا العمل ثورة في تعلم اللغة السريانية. سأريكم أعزائي سلايدات أقوم بإعدادها قبل أن أبدأ بالحديث مع ضيفة البرنامج لهذا اليوم. هذا السلايد يوضح انتشار وتواجد المدرسة السريانية الإلكترونية في العالم. في معظم دول العالم اليوم نجد تلاميذ يريدون أن يتعلمون اللغة السريانية التي نسميها نحن لغة المسيح التي نطق بها. هذا سلايد آخر هو السلايد الرسمي للحلقة رقم 20 من برنامجنا الحياة المسيحية حايم شيحوية، وعنوان الحلقة اهتمامات عالمية باللغة السريانية الآرامية التي كانت لغة التخاطب الوحيدة في الهلال الخصيب في القرن السادس قبل الميلاد. سلايد آخر
عن هذه اللغة سنعرضه بعد أن نستضيف ضيفة هذا البرنامج، وهي الدكتورة هند فتحي من مصر. للدكتورة هند فتحي أقول أهلا وسهلا بالدكتورة هند فتحي، أرحب بك في برنامجنا الحياة المسيحية وباللغة السريانية. أخاطبك وأقول بشينو بشلومو ملفونيتو دكتورة هند فتحي، بتحرستو ديلان حاية دمشي حوثو، وأهلا وسهلا فيك، أنت على الهواء، تفضلي. اهلا وسهلا بحضرتك اخوي جورج، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين تبع حضرتك ولكل حد في العالم. يعني شلون صوب الفون؟ تودي سعدي. احبائي المشاهدين، للذي لا يعرف من هي الدكتورة هند، أقول باختصار هي أستاذة جامعية تعلم اللغة السريانية في مصر. سأكتفي أنا بهذا التعبير لأني سأسألها أسئلة كثيرة، وأود أن أقول عنها أن لقاءنا اليوم هو مع حالة أنا شخصيا أعتبرها نادرة في تاريخ تعلم اللغة السريانية، ولو أن كثير من الناس في العالم من ديانات أخرى من دول أخرى بدأوا بالتعلم للغة السريانية. ضيفتنا دكتورة هند فتحي هي أختنا وابنتنا الفاضلة من مصر. ما يميزها أيضا لجعلها ضيفة في برنامجنا تتحدث عن اللغة السريانية هو أن الجمهور المشاهدين الذين سمعوا بها ينتظرون وبشغف إلى لقائها. أولا لكونها مسلمة من إخوتنا وأحبائنا المسلمين وتتقن اللغة السريانية، هذا الشيء يفرح جميع المشاهدين. وهي تتكلم اللغة السريانية بطريقة وبإتقان أفضل بكثيرين من المسيحيين الذين لا يعرفون اللغة السريانية، لا بل أصبحت أيضا أستاذة في تعليم اللغة السريانية وحصلت على شهادة الدكتوراه في اللغة السريانية. والأكثر من هذا، وضعت أساليب جديدة علمية وأكاديمية لتعلم اللغة السريانية. دعونا نحاور هذه الدكتورة ونقول يا دكتورة بالبداية حكينا من هي دكتورة هند؟ أين تسكن الآن؟ أين درست السريانية؟ ماذا تعمل الآن؟ وفي أي جامعة؟ تفضلي. أنا هند فتحي من مصر، تعلمت اللغة السريانية هنا في مصر في الجامعة،
بعد كده طبعا اول ما درست اللغه يعني ده كان من اللغات المحببه جدا لقلبي، فتعلقت بيها جدا، فصممت ان انا احضر فيها، يعني الواحد يشوف خبايا اللغه دي فيها ايه. طبعا كان بفضل استاذتي ودكتورتي الاستاذه الدكتوره سومه خالد، فده اول من حببني اصلا في اللغه السريانيه. طبعا انا عايشه في المنصوره، ولكن انا دكتوره في جامعه طنطا، بدرس في جامعه طنطا، وانا مش بعلم المصريين بس او في مصر بس، انا تقريبا عندي طلبه يعني من العراق، من لبنان، فلسطين، الجزائر، تونس، الاردن، فانا عندي بصراحه يعني ناس كتيره بيتعلموا معايا، يعني طبعا مصر اكيد، يعني سواء طلبه او سواء حتى اللي هو حابب يتعلم، يعني سمع عن اللغه وحابب يتعلم. بس هو مش في مصر بس، بالعكس يعني عندي تقريبا في مختلف، يا رب بس ما اكونش نسيت بلد من البلاد اللي احنا يعني موجودين عشان الناس ما تزعلش مني برضه. اوكي يا دكتوره، قلتي بانه تعلمي اللغه السريانيه في جامعه طنطا. كم سنة صار لك تعلمي؟ ومن هم التلاميذ؟ هلا حصرا على جامعة طنطا عم نحكي. كم سنة صار لك تعلمي؟ ومن هم التلاميذ الذين يتعلموا؟ هل يوجد قسم خاص للغة السريانية يدخل فيه تلاميذ يتعلموا؟ لا، هي اللغة السريانية بتكون يعني بتندرج تحت بند عندنا قسم من الأقسام اسمه قسم اللغات الشرقيه، او يعني بمسمى تاني لجامعات اخرى ممكن يكون قسم اللغه العبريه. فهي بتدرس يا اما لو جامعه فبتعمل بتنشئ قسم اسمه قسم اللغات الشرقيه، فبيدرس فيه جميع اللغات الشرقيه ومن ضمنهم اللغه السريانيه، اللغه الحبشيه، اي يعني اي لغه يعني، تمام. او لو هو قسم اللغه العبريه ده موجود في جامعه الازهر، فبيدرس الازهر اللغه العبريه ومعاه اللغه يعني أفهم من هذا أن جامعة الأزهر تدرس اللغة السريانية في مصر؟ طبعا هي ده يعني هي من اوائل الناس، ده فيها اساتذه اصلا يعني هم كانوا مشرفين، وسواء في الرساله بتاعتي او بيساعدوني حتى لو كذا تواصلت معاهم. ده فيها اساتذه ما شاء الله يعني كتير. عظيم جدا، عظيم جدا. الحقيقة أنا معلومة رائعة أضفتيها لمعلوماتي أنه في جامعة الأزهر تدرس اللغة السريانية، والآن تقولي أنك تعلم اللغة السريانية في جامعة طنطا. هذا الشيء عظيم جدا نسمعه منك. انا يعني زي ما بقول برضه احنا تقريبا 26 محافظه بتدرس فيها اللغه السريانيه، تقريبا في 16 محافظه في الجامعه، يعني 16 17 تقريبا. طبعا في بلاد لسه ما انشاش فيها القسم او الكليه مثلا، يعني تقريبا حوالي اكثر من نص البلد يعني او المحافظه بتاعتنا. انا تحت البند اللي انا كنت لحضرتك. ثانك يو. انا اعرف ان مصر بلد عريق وبلد يهتم بالاثار، وفيه اثار وتحف فنيه بجميع الاصعده في الاهرامات وغيرها. فهذا الشيء يقودنا الى، يا ريت تعطينا فكره عن اللغات القديمه التي تدرس في مصر بصوره عامه، ولو ذكر اسماءها و شيء عن اللغات بصورة عامة. هو يعني حصل يعني دراسة اللغات عندنا في مصر يعني منذ إنشاء الجامعات، ولكن كان بيدرس اللغات تحت يعني في قسم اللغة العربية عشان يخدم اللغة العربية، ولكن مع انتشار الجامعات بدأوا يعملوا أقسام للغات دي، منها السريانية، يعني تدرس اللغات دي بقت منفصلة عن تدرس لوحدها عشان يهتموا بيها بظواهرها بأي حاجة فيها.
اللغة الحبشية، اللغة السريانية، اللغة الفارسية، الأردو، التركي، لغات كتير جدا عندنا بقت موجودة في مصر مع انتشار الجامعات في مصر. كويس كويس عظيم. طيب التلاميذ في الجامعة التي أنت تعلمين فيها، هل هم مصريين؟ كلهم مصريين. كلهم مصريين، ممتاز. طبعا عندنا وافدين، بس أنا لحد دلوقتي ما قابلتش حد وافد، إلا ممكن لو كان بيسجل ماجستير دكتوراه كده يعني، بس الطلبة اللي بتتعلم هي طلبة مصرية عندنا كلهم. وطبعا أكيد لو في حد تاني يشرفنا طبعا، بس طيب حاليا أنا ما قابلتش، ما عنديش أي طالب جنسيته مختلفة لحد دلوقتي. طيب في حديثك قبل شوي حكيتي أنه يوجد لديك تلاميذ من العراق وسوريا وبقية الدول، كيف تعلميهم هدول؟ هل عن طريق وسائل التواصل؟ كيف يتم الاتصال بينك وبينهم؟ هو طبعا انا بدرس عن طريق المدرسه السريانيه الالكترونيه اونلاين، وطبعا كل الحاجه اللي انا بدرسها دي مجانيا، ما فيهاش جنيه، لان حضرتك عارف اصلا المدرسه السريانيه هي اصلا مدرسه مجانيه، حتى الكتاب مجاني، ما فيش اي رسوم فيه. طبعا عن طريق طبعا اعلان بنعمله على النت، بيجي لنا مجموعه طلبه بتواصل معاهم زي ما بتكلم مع حضرتك كده، بس ما بكونش ظاهره بوشي مثلا، احنا بنكون كمجموعه كجروب، وانا يعني ليا شويه يعني بمزج لهم شويه بين الاكاديميه، ويعني بما اني يعني تخصصي اكاديمي شويه، وبين ان انا برضو كنت طالبه وما زلت طالبه في المدرسه السريانيه الالكترونيه. فاللي اتعلمته من هنا على الخبره اللي عندي من الدراسه الاكاديميه، فبحاول امزجهم مع بعض بحيث ان انا اوصل للي موجود عندي، لان انا عندي مختلف الاعمار طبعا باستثناء الاطفال، انا ما حاولتش ان انا ادرس بصراحه لسه الاطفال يعني. بحاول ان هو يكون بطريقه بسيطه خفيفه، يبقى طالع عايز يجي تاني يعني. هم دلوقتي احنا المفروض في اجازه لحد النهارده، يبعتوا لي احنا هنبدا امتى، المفروض في اجازه دلوقتي، تقول احنا هنكمل الكورس امتى. فالحاجه لما بتكون بطريقه بسيطه سهله خالص توصل للي قدامي يحب يجي يتعلم تاني. لا احنا يعني احنا بنقول هي كل واحد جاي يعني بنفسه، انا متطوعه وهم حابين يتعلموا، احنا الاثنين بنساعد بعض. فاكيد في بصراحه يعني المجموعات اللي عندي انا بشكرهم كمان يعني على الهوا مع حضرتك، ان هم من الناس فعلا اللطيفه اللي حابه تتعلم، الغيورين كمان على اللغه. حتى عندي ناس كبار في السن وناس يعني انا عندي عشرينات ثلاثينات اربعينات، ناس اكبر مني ناس اصغر مني يعني. انا ببقى فرحانه جدا كمان لو حد كبير فيجي يقول لي انا عايزه اتعلم، بس انا هل ممكن اجي اتعلم وانا كبير؟ هبقى يعني هبقى هيبقوا هم سابقيني. فلا ما عندناش الحمد لله حاجه زي كده، هو كمان بيبقى عنده دافع ان هو يتعلم، والحمد لله بنشرح بطريقه بسيطه، نشكر وربنا ربنا ييسر يتعلم اكتر كمان يعني. نشكر ربنا على هذا. الحقيقة المشاهدين عم يسألوا، واحد من الأسئلة يقول كيف بدأت العلاقة مع اللغة السريانية يا دكتورة؟ كيف بدأت بالعلاقة مع اللغة السريانية؟ ما الذي دفعك لتعلمها؟ وكم استغرق أن تتعلميها؟ اللي خلاني ده هي اكيد دكتور يعني استاذتي ودكتورتي، الدكتوره زي ما انا قلت الاستاذ الدكتور سوما. دكتوره سوما هي من الناس اللي تحبب الواحد في اللغه، فكانت بتشرح لنا برضه بطريقه بسيطه وسلسه جدا جدا، فطبيعي ان انا احبها عن اللغه العبريه يعني، رغم ان انا برضه كنت شاطره في اللغه العبريه، بس لا انا حبيت اللغه السريانيه. طبعا خلصت، لما بنخلص دراسه بنعمل تمهيد لماجستير وماجستير دكتوراه. الماجستير يعني خلصت مع دكتوره سوما، المفروض يبقى مشرف تاني على الرساله،
فتوجهت للاستاذ الدكتور احمد الجمل في جامعه الازهر. برضو هو دكتور احمد ساعدني كتير طبعا، سواء بقى في القراءه، في الكتب، في حاجات كتير. يعني انا يعني اغلب الدكاتره، هو يمكن انا ممكن يعني ظهرت شويه عشان انا اهتميت شويه بالسوشيال ميديا، هم ممكن ما لهمش اصلا في السوشيال ميديا. حضرتك عارف يعني انا ما اتجهتش ليها غير في كورونا، كلنا اتجهنا ليها يعني. يمكن هم علشان ما عندهمش سوشيال ميديا وكده، او يعني تواصلهم يعني حضرتك عارف كل واحد واتجاهاته او زي ما هو حابب يعني. بس اكيد هم بيعملوا زي ما هم طلعوني وطلعوا غيري. يعني هم اللي حببوني في اللغه بصراحه في الاول، لان انا لما اتعلمتها في مصر ما عرفتهاش غير من خلال القسم بتاعي، قسم اللغات الشرقيه ودكتورتي. فطبيعي يعني انا عرفتها بصراحه في مصر. اللي حببني اكتر، احنا بندرسها من سنه ثانيه كليه، بندرس في سنه ثانيه وثالثه ورابعه اللغه السريانيه. في سنه رابعه بندرس الترم الاول تاريخ الادب السرياني، يعني احنا مش بندرس لغه بس، احنا يعني مش بندرس قواعد بس، لا ده احنا بناخد كمان تاريخ الادب السرياني في سنه رابعه. ما شاء الله. يعني فطبعا في حاجات كويسه. فيعني التعليم كويس، وزي ما انا قلت لحضرتك او زي ما بقول لاي حد، دايما نبسط المعلومه للي قدامنا، هيتعلم اكتر وهيحب الماده اكتر، او هيحب ان هو يبحث عنها، وهو ده اللي انا ماشيه بيه بصراحه. ربنا يبارك فيك يا دكتوره. انا لفت انتباهي بعد أن اطلعت على الفيسبوك تبعك، لفت انتباهي أنه وضعت طرق جديدة لتعليم اللغة السريانية، وسأعرض على المشاهدين الآن وأحاول أخليك كمان أنت تشوفي على الشاشة الكبيرة شو عم نعرض للمشاهدين. هذا واحد من برامج الدكتورة هند فتحي عبده مكتوب باللغة الإنجليزية عبده. فأرجو أن تحدثينا عن هذه البرامج الواحد بعد الآخر. فمثلا هنا الأعداد، وبعدين هذا برنامج آخر أبجد هوز، كل كلمة من هذه الكلمات تضع لها صور وستحكي لنا عنها الآن، وهذا برنامج آخر اسمه لغز، راح تحكي لنا عن هذا البرنامج أيضا. فأرجو يا دكتورة أن تحكي لنا عن هذه البرامج، كيف خطرت عندك هذه الأفكار، وما هي فائدة كل من هذه البرامج. ونبدأ بهذا البرنامج الأول، تفضلي. بالنسبه للفيديو المفروض ده فيديو الارقام، اولا انا اي حد عمل معايا فيديو هو طالب عندي وكده. يعني فيديو الارقام ده في عراقي استاذ مكة، وفي رنا هي من سوريا، وانا تمام. فانا حاولت اعمل ميكس كده، ان الفيديو يكون فيه مصري على عراقي على سوري، تمام، باللهجه السريانيه. يعني احنا ثلاثه بنتكلم، وكمان منها انا بشجع الناس اللي بتتعلم ان هي يعني ده مثلا تقريبا بعد سادس مره اخذوا معايا سورياني. فحضرتك شايف القراءه اكيد هم مش بقى. انا بعلمهم بالمصري، يعني طريقه مصريه يعني، او بتكلم بالمصري، هم الحمد لله فاهميني. بس اكيد كل واحد بيتكلم بلغته بلهجته. يعني انا ما بقولوش يتكلم مصري، هو حضرتك عراقي فبتتكلم عراقي، حضرتك سوري بتتكلم سوري، فانا مصريه فاكيد هتكلم مصري، يعني اللحنه بتاعتنا هتكون كده. طبعا انا عشان اعمل فيديو زي ده انا اتعلمت كتير. اول الفيديو دوت انا طبعا كانت الاول الطلبه بتساعدني، وطبعا بناخد وقت والكلام ده، طلبه حتى من عندي من الجامعه. بعد كده قلت لا، يعني انا لازم اتعلم كل حاجه. طبعا كل حاجه من اللي قدام حضرتك دي انا رحت يعتبر اخذت حاجه زي كورس برمجه كده، ونزلت البرامج
وبشتغل على كذا برنامج وانزل واحط واشيل واتعلم، فبياخد مني وقت كتير لان السورياني بالذات لازم انا اعمله بايدي يعني. فده مثلا الفيديو اللي عند حضرتك ده تقريبا 3 فيديوهات في بعض، يعني 3 فيديوهات مع بعض. اللي خلاني اجي للطريقه دي لاني انا وانا طالبه انا ما كنتش بلاقي حاجه في السورياني بسيطه تعليميه زي اللي حضرتك شايفها، او كل اللي موجود خلينا نكون صراحه، وده مش بقلل من قيمته بالعكس والله، يعني عشان بس ما حدش ان مثلا بيكون هو مشير شاشه عارف البي دي اف وبيقرا. انا بس كمان يعني دماغي دايما بتروح للطلبه، حتى انا ذات نفسي انا كبيره بتعلم من الحاجات الصغيره، يعني حاجات الاطفال دي انا بحبها جدا. يعني فخلينا في حضرتك لما تشوف حاجه فيديو صغير كده فتلاقي ولد وتلاقي بنت وتلاقي حاجه، يعني حتى يبقى حاجه مبهجه. يعني انا عايزاهم يحبوا السورياني، مش عايزه اطفشهم من السورياني. ما انا ممكن حاجه بس بالعكس هو اسهل لي ان انا افتح فيديو او على البي دي اف وخلاص، انما اقعد يعني طبعا انا مش فاضيه لاني طبعا بدي كورسات وباخد كورسات والجامعه وسفر، لان انا المسافه بيني وبين الكليه تقريبا 1.5 ساعة سفر رايح و1.5 ساعة راجع او 2 ساعتين يعني حسب طبعا الطريق، فاكيد ما بيبقاش عندي اوقات وقت يعني. انما انا بحب اللغه جدا وعايزه يعني اعمل لها حاجه تحبب الناس فيها، يعني الناس دي تكمل تحب، يعني اللي يجي يتعلم دلوقتي هو اللي يجي يكمل مكاني، ما هو محدش باين لحد، كلنا بنسلم بعض زي ما بنقول يعني. اكيد اكيد اكيد. فدول كل الفيديوهات اللي عندي هي للطلبه بتوعي وطلبه لسه كويس يعني مبتدئين، يعني لسه احنا ما خدناش دروس القراءه. فلما هم يكونوا بيقرأوا بالطريقة دي، لأن طب أنا عايزة أوري شغلي للناس أو عايزة يعني، لأن بيجي لي سؤال يعني يقول لي إيه، هو أنا لو خدت الكورس هعرف أقرأ؟ لا حضرتك بتقرأ من تاني مرة ثالث مرة، ده بالنسبة لي أنا يعني أنا بتكلم كده. طيب هوريهم إزاي؟ لا أهو دول بيقرأوا ما هوت وأنا خدت الصوت، هم قرأوا وأنا خدت الصوت، و يعني عشان يبقى ولد بيقول وبعد كده البنت، ولد بيقول وبنت. وعملت ميكس فيديو اللي هو يكون فيه الـ3 جنسيات المصري والعراقي والسوري فقط، يعني مش الحقيقه. انا اعجبت بهذه الفيديوهات، اطلعت عليها وزي ما وصفتيها ادخلتي من دول عربيه متنوعه، صحيح يحكوا باللغه العربيه ولكن باللهجة الخاصة لهم. أهل العراق يحكوا باللهجة العراقية والسوريين والمصريين. أنا أعجبت بهذه البرامج وأهنيك باسمي وباسم المشاهدين على عمل هذه البرامج المتنوعة، وأطلب منك أن تستمر في هذا العمل، لأن كثيرين بس يشوفوا هذه الأمور راح يتعلموا وينجذبوا، خاصة الصغار بالعمر. على الشاشة أيضا أعزائي المشاهدين أعرض لكم أبجد هوز. ممكن تحكينا عن هذا الترتيب من التعليم بليز؟ ده عندي برضو هنا الحرف بالسورين وعليه كلمة، خليكم حاجة عايزة احنا 22 حرف في اللغة السوريانية بنجمعهم في 6 كلمات، أبجد هوا فضي الكلمة صعفة ترجم. فأنا قلت هجرب كده إن أنا أنزل أبجد يبقى الحرف وبعد وجنبي عليه الصورة وفيه طبعا الترجمة. لما أنا حطيتهم بعد كده بدأت أعمل عليهم فيديوهات صغيرة دي أنا اللي كنت بتكلم فيها، لقيت عليها تفاعل كويس جدا، يعني لقيت برضه ناس بتدخل تكتب لي النطق حتى بالعربي، ناس بتدخل لي برايفت تكتب تعمل لي فويس بالنطق ويقول لي كده أنا نطقت صح. فدي عجبتني. اللي عجبني أكتر وشجعني أكتر إن في مدرسة بدون ذكر أسماء يعني في العراق تواصلت معايا وقالت لي ممكن أخدهم أطبعهم للطلبة عندي بما انها بتعلم. قلت لها لا براحتك طبعا، يعني مفيش مشكله هي يعني. فانا فرحت بحاجه زي دي، انا ما عنديش مشكله ان حد يشير الحاجه، طبعا هي دي حاجه تفرحني جدا.
وفرحت جدا لما لقيت كذا حد داخل يقول لي حلو استمري، او ممكن ناخد الشغل طالما مدرس فبدي سورياني في مدرسه للطلبه. بصراحه حضرتك لسه قايل ان العراق بدات تدي اللغه السوريانيه للمدارس في المدارس يعني. ف يعني انا فرحت جدا ان حاجه بسيطه زي دي، حتى يعني كل واحد ما بقول لحضرتك هو بيعمل اللي عليه. ممكن شافت الصور تنفع للاطفال فخدتها طبعتها، طبعا استاذنت مني فدي حاجه يعني تشكر عليها. وكذا حد برضه كلمني فقال لي كذا، ومثلا ممكن يقول ايه طب ممكن تعمل لنا فيديو للحروف طب كذا، فاللي هو زي ايه من رسائل الصفقه. فانا اي حد بيطلب مني حاجه انا بعملها طبعا بالاضافه للشغل اللي انا ببقى اصلا حاطاه في الخطه بتاعتي يعني. فدي مثلا كانت من الحاجات اللي يعني خلتني اكمل المجموعه دي عشان خاطر الطلبه في اللي هم قالوا لي ان هم طلبه في يعني مدرسه وطلبه في العراق وان هي تاخدهم للاطفال. فدي حاجه فرحتني اكتر يعني. انا اكيد ممكن ما بطلعش اقول الكلام ده خالص، وتقريبا مش بتكلم مع حد يعني، الواحد بيعمل اللي بيعمل ما بيقولش. بس بما ان يعني سافرنا او اتكلمت مع حضرتك، فانا حبيت بس اذكر الكلام ده. فدي حاجه برضه بتخليني اساعد اعمل، حتى انا طلبت منها وقلت لها لو حتى حابه لو عندك قصص قصيره صغيره وانت بتدرسها لهم او كده، انا ممكن اخدها اعملها وهي تستفاد بيهم برضه يعني انا حتى يعني شوف حضرتك انا هشتغلها وهي تاخدهم وبرضه هنعرضهم على الصفحه، لان برضه الحاجات البسيطه دي بتتعلم بتعلم. عظيم يعني عظيم. انا لحد دلوقتي بتعلم يعني. عظيم جدا اعزائي، هذه طريقه رائعه وتوضيحيه جميله جدا لتعلم اللغه السوريانيه مثل ما تشوفوا على الشاشه الكبيره. سوسيو الحصان، وصفرو العصفور، وفيلو الفيل، وعينو العين، وهكذا. ننتقل إلى برنامج آخر للدكتورة هند فتحي، والحقيقة ما أعرف اسم البرنامج لكن قريته هون كلمة لغز، بدأت بلغز واحد، لغز اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وهكذا. فأود أن أسأل يا دكتورة، احكي لنا عن هذا البرنامج الآخر اللي عم بنشوفه على الفيسبوك الاكاونت تبعك. بالنسبه للكلمات المتقاطعه او الالغاز دي، زي ما انا قلت لحضرتك انا بحاول اعمل ما يكونش حاجه نمطيه او تقليديه. احنا مش جايين الدنيا عشان نقلد بعض. انا قاعده بصراحه فلقيت لعبه على الفيسبوك قابلتني كده، اسمها بصراحه اسمها وصله تقريبا شبه الكلمات المتقطعه وكده. طب انا لا يعني حاجه حلوه، انا عايزه اشغل الدماغ شويه يعني تمام. طب اعمل ايه؟ طب ادور، طب في قالب زيه اشتغل عليه؟ لا، قعدت اصمم اجيب اقرب صوره ليها وقعدت اصممها على البرنامج لحد ما طلعت الى حد ما شبه. بدات اجيب بقى الغاز، مره مثلا احط صوره واقول مثلا اسال طفله، مره مثلا احط لهم لغز اقول مثلا ايه هو الشيء اللي كذا تمام، وطبعا مره اظهر حرف تمام، ومره ما اظهرش ولا حرف واحط لهم الحروف تحت. بدات الاقي ممكن اول مره تلاقي حد اشترك معايا اثنين ثلاثه، بعد كده لقيت الموضوع ثلاثه اربعه خمسه، لا بنزيد. لقيت لا حلو، طب صعبي الامور شويه. انا بحاول ان انا برضو ما تكونش كل الالغاز مثلا او كل الطريقه دي تكون زي ما بنقول عندنا في مصر اسطمبه واحده يعني. هو مش كل مره اقول لك احلل، لا ممكن صوره يعني. انا اول صوره عملتها كانت صوره للحوحي للخوخ، فحد كتب لي حوحه، قلت لها بس انا مش حاطه خوخه واحده. ايوه يعني انا عجبني يعني ايوه انا حاطه خوخه واحده، فين الكيومي؟ وبعدين دول جمع، فترجع تصلح. دي كانت في اول واحده خالص، فبداوا ينتبهوا ان انا بعمل جمع، بعمل مفرد، بعمل يعني يعني اللي هو ايه احنا بنشتغل، وبداوا يردوا عليا يعني نتكلم. فاللي هو بس ان احنا بنعمل حاجه بسيطه يعني حاجه زي ريفرش كده يعني للغه السوريه. احنا عايزين نعرف يعني يعني الدنيا كلها ان اللغه السوريانيه ينفع يتعمل بيها كل حاجه
كل حاجة ومهياش أسلوب، ولا نعقد الناس فيها، ولا حتى الطلبة عندنا هنا في مصر، لأن دايما برضو هي مشكلة برضو، يقول لك ما فيهاش حاجة، هنتعلم منين؟ هنعمل إيه؟ لا لا، هو فيه في ولازم نخلي العين تحب اللي هي شايفاه، تتعلم ازاي يعني. ده بالنسبه لي احسن من اي حاجه يعني. انا لما اعرف حاجه زي كده فحضرتك شفت حتى دماغنا بتشتغل. اللغه السريانيه مشكلتها الوحيده ان هي بتتنسى، هي كل ما تحبها هي تحبك يعني، بعدت عنها خلاص هتسيبك يعني. انا دايما بقول لهم الكلمه دي، طب ما نشغل نفسنا ونقعد نعمل حاجات صغننه كده، كلمات متقاطعه. انا حاولت حتى اعمل الكلمات في كلمات متقاطعه موجوده، بس اللي هي العاديه اللي هي الكروس وورد اللي هي العاديه دي، لا انا مش عايزه دي، ما الموجود انا مش هعمل زي اللي موجود يعني. وحتى لو هعمل بتكون برضو حاجات بسيطه، ولكن انا بركز على حاجه اصلا ما اتعملتش يعني. انا مفيش حاجه عندي على البيج مثلا لقيتها موجوده وانا نقلتها من حد، بالعكس. مثلا في عند حضرتك هتلاقي برضو امثله يعني، ممكن الاقي زي ضرب الحبيب، زي اكل جديد مثلا. انا شفت هذا المثل، ايوه يعني مثلا حاجه صغيره بس يعني، نقيت مثال هزار يعني، في ضحك يعني. ايه ده هو بيتقال كده يعني برضو، علشان في ناس حتى اللي تقول لك مثلا يعني حضرتك عايز يقول لك اللغه هي اللغه دي كذا، المسلمين مثلا مش عايزين يبقى، لا مفيش حاجه اسمها كده. احنا كل الدكاتره عندنا في مصر هنا تخصص اللغه السريانيه هم بلا استثناء مسلمين، مش حد مسيحي تقريبا، مفيش حد مسيحي عندنا في مصر بيدرس اللغه السريانيه غير كلنا مسلمين. فمفيش الكلام اللي هم بيقولوه يعني. ومره كتبت ان شاء الله، كلنا بنقول ان شاء الله، مسلم مسيحي بيقول ان شاء الله، رحت كاتباها ان شاء الله. ايه ده هو في بيقولوا يا جماعه هو في ايه؟ ما هي لغه، لغه زي اي لغه. هو بس لكل اللي عايزه ان انا بخرجها بره فكره الناس تحبها، مسلم مسيحي اي حد، حضرتك خد اللي انت عايزه. انما هي الصفحه مش صفحه دينيه ولا بنتكلم على دي، ولكن احنا بنقول انا عايزه اظهر اللي في اللغه السريانيه اللي محدش بيظهره، محدش بيشتغل على النقطه دي. وانا حاولت اتكلم في النقطه دي كتير، يا جماعه لاحظوا ان في ناس تانيه يعني، عايزين نعلم الناس التانيه دي بطريقه مختلفه، نعرف ان اللغه فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. انا في حد قال لي ايه ده هم عندهم هي اللغه دي بنقول فيها كذا مع ناس الابراج السوريه، هي فيها يا جماعه والله فيها كل حاجه، طب احنا مش بنشوفها ليه؟ انا بظهرها لكم اهو يعني. انا حابه اللي يعمل بيج او اللي يعمل ده، مش بقلل من مجهود اي حد خالص، ولكن انا بدعو الناس ان هي تعمل افكار تحبب الباقي. بس هو ده اللي انا كل اللي محتاجاه، ان الناس تحب اللغة السريانية وتعرف إن فيها حاجات جديدة وألفاظ جديدة، مش كله متوقف عند حاجة معينة أكيد يعني. أكيد أكيد، كلام حلو، كلام حلو وتوضيح رائع جدا، شكرا لك. أعزائي، هذا السلايد الآخر اللي عملناه للدكتورة هند فتحي في برنامجنا في الحلقة 20، ضيفة البرنامج الدكتورة هند فتحي، أستاذة اللغة السريانية في جمهورية مصر العربية. هلا في عندنا سؤال مهم للمشاهدين يا دكتورة. أنت تعرفي المشاهدين عندنا أنواع، بينهم من يتكلم اللغة السريانية الفصحى كثوبونويو فقط، المتعلقين بالكنيسة والذين يسمعون اللغة السريانية في الصلاة فقط. بالصلاة بالكنيسة ننطق باللغة الكثوبونويو، ويوجد فئة أخرى يتكلمون اللغة السريانية في البيت ولكن ليست كثوبونويو، لهجات متنوعة، شرق الفرات وغرب الفرات وهكذا. قسم آخرين لا يعرفون اللغة العربية، ينطقون فقط اللغة الأم السريانية في بيوتهم ويحكون إنجليزي كمان. فعم يكتبوا لي المشاهدين، عم بيقولوا لي صار لنا قاعدين أكثر من نصف ساعة دكتورة هند عم تحكي باللغة العربية، وأنت يا أبونا عم تحكي باللغة العربية. بدنا نلتذ ب
بأن نسمع دكتورة هند تجاوب على الأسئلة اللي سألتها هي ولو باختصار وباللغة السريانية. فأرحب بك مرة ثانية وأقول بشينو بشلومو ملفونيتو دكتورة هند فتحي بتحرستو ديلان حايد امشي حوية. بليس دكتورة هند رحبي بالمشاهدين باللغة السريانية واحكي لنا من هي دكتورة هند واللي قلتي في هذا السؤال باللغة السريانية. تفضلي. بشينو بشلومو يكون حاي وحبيباي كل أثر بعنو إينو ما تونسو هنفتحي من مصرين عمر عمرونو بمنصورة إينو ما تونسو بيتوبو تانتا إينو يولوختو بمدرشتو سريوتو بصدري ربعويو يعني تقريباً جاوبت تقريباً على كله. أنا قلت كل حاجة تقريباً. مزبوط. Thank you. بس في حاجة بس قبل أي حاجة. أنا بس اللي عايزة أقول لحضرتك إن إحنا عندنا هنا في مصر بننطق اللهجة الشرقي وبنكتب بالخط الغربي. ولكن أنا اتعلمت الغربي في المدرسة. فبقيت أصلاً خلاص بقى. يعني تقريباً الشرقي ده بفتكره بس تقريباً بتاعت المحاضرات فقط. فاحنا هنا برضو فانا اتعلمت الغربي يعني انا يعني اتعلمت الغربي سنة 2000 اواخر 2019 يعني حديثة يعني انا لسه جديدة في الغربي كمان في القراءة في الغرب يعني فانا حبيت الغربي لان تقريبا فيديوهاته اكتر ولغة يعني بنتكلم كلنا غربي فطبيعي هي اللغة عايزة ممارسة أكيد. فلأن احنا بس عشان النقطة دي احنا مصر بنكتب بالخط الغربي بنستخدم الحركات الغربية ولكن احنا بننطق بالنطق الشرقي وتعلمت الغربي وحاولت اتعلم العموي وبس لقيت كله ضغط مع بعض فكده انا يعني كتير يعني هنا وهنا وهنا فبحاول بس عشان اركز حاجة يعني واحدة بالضبط يعني إن شاء الله. أكيد سامعة وتعرفيه للدكتور بشير الطورلي. أكيد طبعاً. هذا الدكتور المتميز جداً مثل ما حكالي. يعني صراحة عمري ما تواصلت معاه غير لما أفادني ويعني وجاوبني ساعتها صراحة يعني فيعني دكتور بشير لا من علامات مميزة أصلاً في. في اللغة السريانية يعني أنا تقريبا شفت مجروحة في دكتور بشير أكيد يعني نوجه تحية للدكتور بشير في هذا اللقاء ونقرأ مع بعض ما كتب لنا الدكتور بشير عن هذا اللقاء ورأيه. فيقول دكتور بشير: نحن في العراق افتتحنا قسم للغة السريانية في كلية اللغات جامعة بغداد عام 2004 وقمت بالتدريس فيه لغاية 2009 وقد حصلت طالبتان من خريجات القسم على شهادة الماجستير باللغة السريانية من القسم في نهاية عام 2020 وبداية عام 2020 وافتتح قسم آخر في كلية الآداب جامعة صلاح الدين. لدينا مدارس لجميع المراحل تدرس السريانية تشرف عليها مديريتان عامتان وكذلك مديرية عامة للفنون السريانية واتحادا للأدباء والكتاب السريان الذي يصدر مجلة سفروثة باللغة السريانية والعربية والكردية والإنجليزية. وبعدين يكمل دكتور بشير ويقول: نحن سنبقى أوفياء لآبائنا الآراميين السريان وسنعمل جاهدين على نشر تراثنا الثقافي كما كان هؤلاء الآباء الأفذاذ. ولمن لا يعلم لدينا مدارس في العراق تدرس السريانية لجميع مراحل الدراسة خصوصا في شمال العراق. شكرا جزيلا للدكتور بشير طورلي على هذه المشاركة وياريت تحكينا عن الأساتذة اللي
يهتمون بالمدرسة الإلكترونية السريانية أيضا، إذا تحبي توجهي لهم أي كلام تفضلي. طبعا يعني هي المدرسة كان ليها فضل كبير عليا طبعا إن أنا أتعلم اللهجة الغربية. أنا كنت معاهم وأنا لسه طالبة دكتوراه، التحقت بيها سنة 2019 أواخر 2019 تقريبا، ولكن أنا أعرف ميكونو سمير تقريبا من 2017. كنت لما بحتاج حاجة كنت ببعث له على الفيسبوك مثلا، كان بيرد عليا فكان يقول لي تعالي تعلمي يعني، فقلت حاضر. بس يعني حضرتك عارف برضو كان يعني ساعتها الناس كلها مش بتستخدم يعني وسائل او السوشيال ميديا كتير، وانا مش ما كنتش منهم بصراحه، ومش متخيله ازاي اتعلم لغه اصلا يعني بعيد، يعني خلينا نكون واقعيين. في اواخر 2019 قلت لا طب ما احاول يمكن يعني. بصراحه تواصلت مع مدفون وسمير ورحب بيا جدا جدا بصراحه، ودخلت معاهم ودخلت حتى هو قال لي يعني انت طالبه دكتوراه، وقلت له هدخل من اول الكليب من اول الحروف، فدخلت معاهم من اول الحروف، وانا مش شايفه ان دي حاجه تعبني خالص بالعكس، وبقولها في اي لقاء انا بروح فيه بتعلم تاني من اول الحروف معاهم. وفضلت معاهم عشان اتقن اللغه، لان انا احنا بنتكلم بنروح لاصل او اهل اللغه فبنروح لهم، فطبيعي انا اتعلمت. وكان لي الشرف والحظ طبعا ان ميكونو سمير هو اللي درس لي في المستوى الفريزو الاولاني خالص يعني، بعد كده ميكونو اريو، بعد كده الخوري ايوب يعني، يعني ده من الناس برضه الناس الجميله جدا، وعمل معايا مقابله يعني، يعني دي اول مقابله في حياتي، يعني بالعكس يعني عمل محترم جدا. وبعد كده احنا دلوقتي في الرابع سيدرو ريبعويو مع ميكونو وزيد برضو من العراق، فاستفدت من كل دول، كل ده علشان انا عايزه اتعلم. مفيش حد خلاص، انا ممكن اقول انا معايا دكتوراه انا مش محتاجه حاجه تاني، صح محدش هيحاسبني زي ما بنقول يعني، بس لا انا مش عايزه كده، انا عايزه اتعلم ولسه بتعلم. اكيد انا مش عارفه كل حاجه، خلينا نكون صراحه، مفيش حد في الدنيا بيبقى عارف كل حاجه، ولكن مع التعليم هيعرف. محدش بيتولد كبير زي ما بنقول، هو بيبقى صغير وبيكبر وهكذا، هي مراحل التعليم. اللي انا اول حد يجي يقول انا علامه انا كذا، بعرف اللي قدامي ده يعني خلاص ما يعني دخل في منطقه ثانيه خالص، ولكن احنا بنقول يعني خلينا نكون احنا بنقول الواحد طول ما هو عايش هيفضل يتعلم. كلام حلو، كلام حلو، ربنا يبارك فيك. فهي المدرسة كان ليها فضل علي، هي طبعا تعلمت معاهم اللهجة الغربية، وعلمت وأصبحت كمان معلمة معاهم بصراحة. ممتاز ممتاز. أنا سألت امبارح يوم أمس، سألت الدكتور بشير طورلي، قلت له هل تقدر تعد لي أسماء لأساتذة في ال20-30 سنة الماضية من خدموا اللغة السريانية؟ فكتب لي ما يأتي على الشاشة، كتب لي أسماء. أنا أبونا جورج وضعت اسم دكتور بشير أول واحد، لكن هو رفض أن أذكر اسمه، لكن أنا أعتقد أنه دكتور بشير الطورلي نضعه في المقدمة. ثم أكمل دكتور بشير وقال دكتور يوسف قوزي، دكتورة كوثر نجيب، دكتور جورج كيراز، دكتور عبد المسيح سعدي، دكتور أسعد صومة، دكتور جوزيف ساووك، دكتور روجي الخوري، المهندس أمين اسكندر، أستاذ يوسف بكداش، المهندس سمير روهم، أمل أدي بولس، والأستاذ عصام ياقوب. طبعا يوجد أساتذة للسريانية كثيرين زي ما سمعنا من دكتورة هند فتحي، أساتذة من إخوتنا المسلمين يدرسون في جامعات مصرية، يوجد الكثير من الأساتذة
آخرين. أيضا من الأساتذة الأجانب البروفيسور سيباستيان بروك، والآخر اسمه جان آلي. جان آلي. أما عن الذين وضعوا كتب ونشروا في مطابعهم مخطوطات وكتب سريانية، وكان لهم باع طويل في الخدمة السريانية، المطران صليبة شمعون، ربنا يبارك فينه بصحته. يوم أمس 3/8 الثالث من آب كان عيد رسامته 50، اليوبيل الذهبي لرسامته مطرانا. نوجه له تحية ونقول له بارخ مور سيدنا، ربنا يمنحك الصحة الجيدة والعمر المديد. أيضا من ضمن المهتمين بالكتابة والكتب والمخطوطات المطران جورج صليبة، المطران يوحنا إبراهيم، المطران عيسى تشيتشك، المطران روجي أخرس، والراهب يو ياقين الذي وضع قاموس سورياني كبير. لجميع هؤلاء نوجه تحية خاصة في هذا لقائنا عن اللغة السريانية مع الدكتورة هند فتحي من مصر، ونقول للدكتورة وصلنا إلى نهاية برنامجنا لهذه الحلقة. لهذا أطلب منك يا دكتورة، بعد أن أشكرك جدا جدا على أن كنت ضيفة في برنامجنا، شكرا جزيلا على اهتمامك باللغة السريانية وعلى تعليمك للغة السريانية. مشاهدين برنامجنا فرحين جدا جدا بهذا اللقاء، وفرحين جدا بوجودك كمدرسة للغة السريانية وفي نفس الوقت مدرسة في جامعة مصرية للغة السريانية. أرجو أن تحكي لنا باللغتين العربية والسريانية كلمة ختامية للمشاهدين الكرام، تفضلي. تاو إلى فون لشانو سريويو وأتون ببيتو ميتون لشانو سريويو ميتون لشاني بدوري مسعويو ما لين بموثو مشحلفوثو عشينوثو بدوري قدمي وعذاب اليوم لشانو سريويو لشناو بعيتو وبمصالين به بعيتو نتار سريويو بموثو كتوبي صوم أبوه سريوي كتوبه ساقي مبزونه وأنهار العلم بيلفون هون كل هون فرعي يدعوته أوفين كل جنحي إتبال إيلو سبو دنقوم لقبال عسكوسو ونحيمن هدف شلوم ليت نوس علمه مسيد نعفور حب لشونه سريويو من لبوتي أي نوده تودي ساجي. احكي لنا بالعربي يا دكتورة كلمة ختامية. أيضا أنا بقول لهم تعالوا اتعلموا اللغة السريانية وانتوا في البيت، يعني تمام، لأن اللغة السريانية دي من اللغة وكمان اللي تكلم بها كمان الأقوام المختلفة أو الشعوب المختلفة القوية في العصور السابقة، وكمان هي لغة الكنيسة وكمان بيصلوا بيها في الكنيسة إلى اليوم بتاعنا، وإن اللغة السريانية حفظت أمهات الكتب، وكمان إن الآباء السوريين عملوا كتب كتيرة مفيدة وأناروا بيها يعني أناروا علمهم يعني معارف كتير،
وكمان ان اللغه السريانيه على الرغم من ان هي قاسيه يعني حصلها مقاسي كتير، ولكن هي بتحاول ان هي تقوم تقوم وتحيا من جديد. وبقول في الاخر ان لو اي حد في العالم حاول يشيل حب اللغه السريانيه ده من قلبي ده مش هيحصل ايا من يكون. وبشكر حضرتك بقى بقولها كتوبي ثاني كتوبي ثاني ملفونه ميطره على الفوزي قبليته فاسمته وتاود بيساجي الكل بناي سريوي. شكرا كثير لحضرتك وشكرا لكل ابناء السريين تاودي الموريو. شكرا جزيلا لربنا على هذا اللقاء، وشكرا جزيلا لك يا دكتورة على هذا اللقاء. أعزائي المشاهدين الكرام، في ختام هذه الحلقة رقم 20 من برنامجنا الحياة المسيحية، أشكر الدكتورة هند فتحي على هذا اللقاء، وأيضا أستودعكم الرب إلى اللقاء في الحلقة المقبلة رقم 21. أقول شلومو الكلخون اللي هو شعار هذا البرنامج، وأختم هذه الحلقة بإحدى برامج الدكتورة هند نشاهده معا على الشاشة. أولف أولف أريو أريو بيت بيت بيتو بيتو جمل جمل جملو جملو دولف دولف بيبو بيبو